نزرع خضره، باذنجان، فلفل، فاصوليا، لوبيا، زهر، زهر، بقدونس، يعني جميع انواع الخضره. بالنسبه للبلد 8 حمايل، فكل حموله لها يوم، من وذان المغرب لثاني يوم وذان المغرب بسكلوا فيها في البركه تحت هذيك، بهشروها بالليل والنهار بكسموها بعضهم بالسانت، يعني كل واحد بيعرف حصته وبيعرف كيف يسكي. النظام عتيق قديم جدا من زمن الاجداد. احنا بالنسبه لنظام الري الحقيقه ورثناه البتير، اراضي بتير موزعه بالتساوي بين 8 عشائر او 8 حمائل، كل حموله لها 24 ساعه، وبالتالي ال 24 ساعه هذه فيها اللي في المساء في الليل احنا ما بنستطيع ان نروح نشتغل بمحيط القطار، وهذه المناطق تتجمع في بركة رومانية وبنستغلها في أثناء النهار. بتعرض علي الأخت إنه شو رأيك أنشر هذا؟ بتير فازت في جائزة اسمها جائزة ميلينا ميركوري، بتقدمها اليونسكو لأجمل منطقة في العالم بتحافظ على التراث العالمي في عام 2011، وقبل ما كانت فلسطين عضوة كاملة العضوية في اليونسكو. يقال أنه هذه المصاطب التاريخية بناها الرومان قبل 2000 عام تقريبا، وما زالت حتى اليوم. تقول اليونسكو أن في بتير 664 كيلومتر من هذه المصاطب، تصور يعني قبل 2000 عام، وحفظ على جزء منها أو معظمها. لكن ما يميزها كذلك أنه نظام الري الموجود هو نفس النظام اللي استعمل الرومان قبل 2000 عام، ولا زال أهل بتير يحافظوا عليه حتى يومنا هذا. رفضنا الأساليب الحديثة في الري. أو هنا في سياد المي.